السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم. احنا اليوم غادي نتكلموا السبب الحقيقي زتشي اللي راسل الفيفا بسبب وشكاب الاتحادية التونسية، وهو يريد زاتشي يريد تغليط الرأي العام، يريد تغليط وزارة الشبيبة والرياضة، وراهم على بالهم. أنا راه على بالي وزارة الشبيبة راه على بالها، أنا راه على بالي وزارة الشبيبة راه على بالها. ست فرق جزائرية وين زاتشي من نهار اللي دار التصريح شنو قال لهم؟ قال لهم نوادي الجزائرية ماهيش تعمل، نوادي فاشلة، تسيير فاشل. أما أنا بنقول لك يا سي زاتشي، الأندية الجزائرية راهي راسلت الفيفا، ست أندية راسلت الفيفا، قبل الفيفا راسلت وزارة الشبيبة والرياضة ميكان برناوي وما بغاش يدير تحقيقات. أصبح بعد جاء سيد علي خالدي وهو مشكور هذا الوزير اللي راه يعمل في الخفاء بدون بلازقة، راه يعمل بلازقة بلا كما كان الوزير برناوي والهادي وتالي من الاذاعه الاذاعه دخان بلا نار، يا الدخان كاين يا النار مكاش، يا الدخان خير ربي يا النار مكاش. وين زاتشي يريد تبرئه نفسه ويتهرب من المسؤوليه من مشاريع الفاشله اللي دارها. مشاريع واش تاهي لا تكون روحكم بقاو نشوفوا مشاريع كاع داروا فاشلين. قال لك لوتيل ما خلينا من لوتيل، خلينا نهضروا الفرق. الفريق الوطني النسوي اليميني، اي 17 اليميني، ايفا اليميني، ايفا 3 اليميني، ايفا المحلي اليميني. خلينا اللي الشعب راه عاسه، الشعب واقف عليه كيما هكا. خاطش لو كان مشي الشعب هذوك راهم لعبوها، بغاو يلعبوها بالماضي العام اللي فات في رمضان في التربص، بغاو يلعبوها له باش يكون على بالك، بغاو يلعبوها له عليه باش يكون على بالكم برك. زاتشي هو اللي سني على القانون تاع اللعاب المحلي يروح يلعب في تونس، يروح يلعب في ليبيا، يروح يلعب في المغرب، يروح يلعب في مصر، يروح يلعب في السودان، يعني بدون قيود. زاتشي شا كان داير؟ اللعابه تاعو في سطيف، في قسنطينة، في جياسكا، في السياربي، في الياسما، هو عنده سماسرة يخدم معاهم. كي يروحوا يجيبوا اللعابة، أنت فيطو ما تعرفش، فيطو أنت ما تفيقش، يروحوا يجيبوا اللعابة يرفدوا من سطيف، يقول لك لعاب تاع سطيف داتو الترجي التونسي. من بعد مين تولي تشوف الترجي التونسي من يهدر شنو يقول لك؟ يقول لك لعاب تاع بارادو. فاهم ولا مش فاهم؟ خاطش علاه زاتشي ماده إعارة، زاتشي ماده إعارة. مي تولي بين يقوسو ينيقوسو مع، غادي يولو ينيقوسو مع زاتشي. خا زاتشي ماده 6 شهور إعارة، ينيقوسو مع زاتشي يدي أموال، ماشي النادي هذاك يدي أموال باش يكون على بالكم. هذه الأولى. زاتشي أول مشروع داره شتا ولا؟ ونتوما شوفوا عاودوا راجعوا حسابي وحدك خمم. زاتشي من نعجة باش نقولكم عنصرية والجهوية، شتا يدير؟ مكاش لاعبين لي زيميغري لي مساعدهمش الحظ باش يكونوا محترفين في أندية في فرنسا، جاو هنا ولاو رافدين النيفو. تبقى تشوف سطيف شحال كان يلعب فيها من لعاب، تبقى تشوف الألما شحال كان يلعب فيها من سطيف، وصلت فينال شحال كان فيها ديجا الكارديا تاعهم خضايرية. هذاك ماشي محلي، هذاك يميغري جاي يلعب هنا. زيد بجاية شحال كان فيها من لعاب محترف، الألما شحال كان فيها من لعاب محترف، مولودية العاصمة شحال كان فيها من لاعب محترف. وي كنا رايحين كأس الكاف كانوا كارديو فينال وقيلا لا دومي فينال. لي اسما شحال كان من لاعب باش يكون على بالكم برك، ما كاش لي يقصر عليكم ولا يلعب هاكم. زاتشي شنو دار؟ من نعجة منع على رؤساء النوادي باش يروحوا يجيبوا لاعبين من اوروبا وهما الجزائريين. شنا المشية كيفاش نجحنا معاه؟ شنا المشية كيفاش نجحنا معاه؟
مي كانوا خاصنا اللعابه ما كاش كاينش وصلنا للموشيه ولا لعب مليو تيرا والناس كاع امنا به ما كاش اللي يجي يضحك عليك يقول لك ندعي للموشيه لا كنا كاع امنين به بلي الموشيه كاينه بلاصتو في ليكيب ناسيونال زيد منع هذه الاولى منحهم ما كاش ومن بعد دار ذاك البيان تاع العار لي سنيه حاكم الدان وماجر وكلش كاع صادقوا عليه هذا خاطر ماجر كان مستشار تاع رئيس اتحاديه كان يدي مليار كان مستشار كاع سنيه واليه صح وراه يمشي لحد اليوم لحد اليوم مازال يمشي هذاك القار البيان تاع العار لحد اليوم يمشي بصح ملصقينو في جامع بالماضي شادر ضروك مسك هو عاير الانديه قال لك باللي رؤساء النوادي و الانديه الجزائريه فاشله الانديه شكاو الوزير الشباب والرياضه زادوا شكاو للفيفا باش يقلعوا هذا القانون تاع تونس هذاك هجره لاعبين هجره لاعبين اللاعب المحلي لتونس ما تامنش راسك ودرنا عليها درنا عليها نداء قلنا كيفاش هذه الدعوه هذه ماهيش سهله هذه كيما كان اللاعب غير هكا روح 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 الالمع اللاعب نقولوا بلي المع اللاعبين راحوا لتونس وتونس شنو تدير تونس تبيع الخليج هنا سامسيرا كين توصل تونس تولي تخدم بالقانون تبيع للخليج بالاموال ماشي لعبه بالاموال اموال باش يكون على بالكم هو ضروري باش يبدل الراي العام وباش باش يلعبها للوزير راح شادر خاطر رؤساء النوادي هما اللي شكاو زاد زاتشي زاد شكا رؤساء النوادي ست انديه شكاو بزاتشي للوزير الشباب والرياضه شكاو بزاتشي زاتشي شتا يدير باش يقلب الراي العام شا يدير راح شكا للفيفا بصح رؤساء النوادي الجزائريه شكاو بزاتشي راني نقول فيها وانا راني مسؤول على كلامي شكاو بزاتشي باش يكون على بالكم هذه الدواء من عندي رسميا وزاتشي باش يلعبها شادر راح شكا للفيفا بالاتحاديه التونسيه الاتحاديه التونسيه ولاو راهم يضحكوا عليك مام الوزير الشباب والرياضه الجزائريه راه يضحك عليك قال لك انت علاش كي انت سنيت انت اللي سنيت درت هذا القرار استغليته تونس مصر مادات من عندك المغرب مادات من عندك موريتانيا مادات من عندك كاش اللي دا من عندك توانسة تلمو يعرفوا وعندهم دي ماناجير ويعرفوا واش تداروا داو اللعابه ولا يبيعوا فيهم للخليج وين ابو خشوش وين غير كاين بزاف لعابه عرفتوا كيفاش اليوم جاي تلعبها بين شكي لا ما تشكي ما والو وخر انت وخر شكي بروحك وخر انا على بالي بلي راك في الطريق انا كي نقول لك راك في الطريق والله راك في الطريق اودي والله الورقه الجايه لي جايه مور بيراف انت انا نعطيك لوفيسيال اودي مور بيراف والله انت نعطيها لك محسوب مريقله راك ناسي الجمعيه العامه يا الناس مشي ناسيتها انت راك ناسي الجمعيه بس على الناس ماهيش ناسي الجمعيه العامه باش يكون على بالهم الجزائريين باللي نتايا شكاو بيك ست انديه جزائريه بالضغوطات اللي دير لهم لعابه نتا لعابه تدير لهم لعابه تاعهم تعطيه لعابه تديه له كيما تبغي نتايا الناس راهي شكات خاطر على نتايا تحطم فيهم خويت كاع البطوله الجزائريه فرضت على رؤساء النوادي ما يجيبوش لعابه من الخارج وإلا جابوا لعاب يحط 10 ملايير ويحط شيك تاع 10 ملايير دونك يحط لك 10 ملايير وشيك تاع 10 ملايير 20 مليار يحط لك وين راه النادي لهنا اللي يعطيك 20 مليار ديريكت وين راه تما ما كاش اللي يجيب تما كي درت لهم القانون تما ما كاش اللي يجيب فاهم داير لهم شيك ويزيد يعطيك ليكيد 10 ملايير تما ما كاش اللي يجيب شكون اللي بيجي دونك جوار ينقام لك قدامنا تعطيه دراهم تعطيه الاتحاديه 10 ملايير باش تجيب لعاب شكون اللي غادي يجيب غادي يدو غير من عند زاتشي عرفتو كيفاش وين وصلت وكاين بزاف امور راني نقول لك ست انديه شكاو بيك انت ما شكاوش بالاتحاديه المصريه التونسيه شكاو بيك انت انت في طول تقلب بالراي العام روحت شكيت بالاتحاديه التونسيه التونسيين راهم يضحكوا عليك التونسيين تاعهم يضحكوا عليك خاطر علاه انت رئيس
شمال افريقيا كان موخر، نائب تاعو موخر، انت كنت في المرتبه الثالثه، وليت انت تسني، انت اللي سنيت، انت اللي سنيت، ما غادي دير والو الاتحاديه التونسيه. انت فاشل، فشلت في كلش، كاع السياسه تاعك فاشله، كاع فاشله، كاع التسيير تاعك كاع فاشل، ما حاجه ما نجحتش. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير. لكم صيام هذا الشهر المبارك وقيامه. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. مبارك عليكم شهر رمضان وكل عام وأنتم بألف خير.